في لفتة إنسانية طبعا أنا شخصيا والله طلبتها من الزملاء وما شاء الله عندنا فريق عمل على طول أول بأول. اللفتة هذه كانت لاعب الاتحاد مد الله العليان، نشوف مد الله فرحته مع والدته علي، مثل هذه المواقف يعني الجميلة اللي تظهر الجانب الإيجابي في 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 مشاركاتنا ومبارياتنا المحلية. شوف للأمانة لقطة غير مستغربة من مد الله اللي يعرفه عن قرب يعرف بره فوالدته عسى الله يحفظها له يا رب. لقطة إنسانية جميلة جدا وأشكرك إنك جبتها صراحة نعلق عليها. فرحته ماخذ الكاس ورايح يحتفل معاها، للأمانة لقطة كبيرة يعني فيها كل المشاعر، حقق بطولة والوالدة معاك وكل أنواع الفرح موجودة، عسى الله العظيم أن يحفظها ويطول عمرها. الأم أكثر إنسانة يعني تستحق الحب، عسى الله يحفظ أمهاتكم جميعا. بس متعب يعني في السابق ترى ما كنا نشوف المناظر هذه، يعني الآن مبسوطين إحنا إنه بدأ يسمع أنت يعني الوالدتك تنزل لأرض الملعب في المكان هذا، يعني أعتقد إن هذا أكبر تتويج للاعب صدقني، ما هو بيجي يعني عضو شرف لرئيس نادي ولا مكافأة. في مواقف ما شاء الله جميلة عندنا، في يعني في مواقف إنسانية تطلع مع الجماهير، الأب الابن أتكلم الوالدة. السنوات الأخيرة بعد ما تم السماح يعني حضور النساء تحديدا، أتكلم مبسوط أنا حتى نشوف يعني مثل الوالدين يعني الآن والدتي الله يخليها لو شوف يمكن أكثر من 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 يعني من حدث مثل جميل مشابه هذا، فالله يحفظ لنا يعني والدينا ويغفر لمن توفى إن شاء الله.